السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نبدأ بالدرس الأول من مادة العلوم وهو بعنوان الخلايا والأنسجة. في نهاية هذا الفيديو سوف يصبح التلميذ قادرا على أن يميز بين خلية بدائية النواة والخلية حقيقية النواة، يتعرف إلى بعض أجزاء الخلايا الحيوانية الأساسية ودور كل منها، كما أنه سوف يتعرف إلى بعض أجزاء الخلايا النباتية الأساسية ودور كل منها. قبل أن نبدأ بدرسنا علينا تحضير الأدوات الآتية: الكتاب، قلم ودفتر لتدوين الملاحظات. تعلمنا في الصف الرابع أن المخلوقات الحية من نباتات وإنسان وحيوان كلها مكونة من خلايا، وبناء عليه عرفنا الخلية بأنها هي وحدة التركيب الأساسية للمخلوق الحي. كل المخلوقات الحية تتكون من خلايا، ولكن العلماء وجدوا أن معظم المخلوقات الحية كالحيوانات والنباتات والفطريات تتألف من الخلايا حقيقية النواة، أما القليل منها كالبكتيريا تتألف من خلايا بدائية النواة. لكن ما هو الفرق بين هذين النوعين من الخلايا؟ أولا، الخلايا بدائية النواة هي خلايا لا تحتوي على نواة ذات غشاء، أما الخلايا حقيقية النواة فإنها تحتوي على نواة ذات غشاء. الآن حان وقت العمل، أريد منك عزيزي أن تقرأ النص صفحة 10 في كتابك ثم عالج البند 1. لا تنسى أن توقف الفيديو حتى تنهي عملك. أرى أنك قد أنهيت العمل وإليك الإجابة. بالرجوع إلى النص أعلى، حدد نوع كل من الخليتين A و B في المستند 1، برر إجابتك. الخلية A هي خلية بدائية النواة لأنها لا تحتوي على نواة ذات غشاء، أما الخلية B فهي خلية حقيقية النواة لأنها تحتوي على نواة ذات غشاء. إذا كانت هذه هي إجابتك فقد أحسنت الإجابة. لننتقل الآن إلى التفسيرة الموجودة في آخر الصفحة، هل قرأتها؟ أحسنت. إذن صنف العلماء المخلوقات الحية في 6 ممالك، بعضها مكون من خلايا بدائية النواة وبعضها الآخر مكون من الخلايا حقيقية النواة. إن المخلوقات الحية التي تنتمي إلى مملكة البكتيريا البدائية ومملكة البكتيريا مكونة من خلايا بدائية النواة، بينما المخلوقات الحية التي تنتمي إلى الممالك الأربعة الأخرى مكونة من الخلايا حقيقية النواة. وبناء على الخلايا التي تكون مخلوقات مملكتي الحيوانات والنباتات، قسم العلماء الخلايا إلى نوعين: خلايا حيوانية وهي الخلايا التي تكون الإنسان والحيوان، وخلايا نباتية وهي التي تكون النباتات. لنبدأ أولا مع الخلايا الحيوانية، هل أنت مستعد؟ تتكون الخلايا الحيوانية من أجزاء مختلفة، أهمها النواة، غشاء الخلية، السيتوبلازم، الفجوات، الميتوكوندريا والمركزات. تلعب هذه الأجزاء دورا مهما في الخلية، فهي المسؤولة عن العمليات الحيوية التي تبقي جسم المخلوق حي. فالنواة مثلا تتحكم بجميع وظائف الخلية، وهي التي تحمل خصائص المخلوق الحي. أما غشاء الخلية يفصل الخلية عن محيطها ويتحكم بما يدخل إليها وما يخرج منها. السيتوبلازم يساعد على نقل المواد داخل الخلية، وفيه تحدث معظم العمليات الحياتية. أما الفجوة فأي أنها تخزن المواد المختلفة كالمواد الغذائية، كما أنها تخزن الفضلات التي قد تسبب التسمم. الميتوكوندريا تحصل داخلها تفاعلات كيميائية تمكن الخلية من استخدام الغذاء والأكسجين لإنتاج الطاقة. وأخيرا المركزات تؤدي دورا مهما خلال عملية انقسام الخلية.
أوقف الفيديو عزيزي لتعود وتقرأ قراءة مركزة أجزاء الخلية الحيوانية ودور كل منها صفحة 12 في كتابك. لننتقل الآن إلى الخلايا النباتية، هل أنت مستعد للتعرف إليها؟ تتشابه أجزاء الخلية النباتية والخلية الحيوانية ببعض الأجزاء مثل النواة، السيتوبلازم، الميتوكوندريا، الفجوة وغشاء الخلية، لكنها أيضا تختلف عنها بأجزاء أخرى. فالخلية النباتية تحتوي على جدار خلوي بالإضافة إلى البلاستيدات الخضر. كما ذكرنا سابقا، كل جزء من هذه الأجزاء له دور مهم في الخلية. بعض الوظائف ذكرناها سابقا خلال شرحنا عن الخلية الحيوانية مثل النواة، السيتوبلازم، الميتوكوندريا، الفجوة وغشاء الخلية. أما جدار الخلية فهو يحمي الخلية ويدعمها ويعطيها شكلها بفضل مادة السليلوز التي تكونه، والبلاستيدات الخضر تحدث فيها عملية صنع الغذاء للنبتة التي تسمى البناء الضوئي. مجددا حان وقت العمل، أريد منك عزيزي أن تقرأ صفحة 11 و 12 في كتابك، ثم عالج البند 2 صفحة 13. لا تنسى أن توقف الفيديو لتنهي عملك. أرى أنك قد أنهيت العمل. يفصل الخلية عن محيطها ويتحكم بما يدخل إليها وما يخرج منها، إنه غشاء الخلية وموجود لدى الخلية الحيوانية والخلية النباتية. يساعد على نقل المواد داخل الخلية، وفيه تحدث معظم العمليات الحياتية، هو السيتوبلازم، وموجود لدى الخلية الحيوانية والخلية النباتية. تنتج الطاقة عبر تفاعلات كيميائية تستخدم خلالها الخلية الغذاء والأكسجين، إنها الميتوكوندريا، وهي موجودة لدى الخلية الحيوانية والخلية النباتية. تتحكم بجميع وظائف الخلية وتحمل خصائص المخلوق الحي، إنها النواة، وأيضا هي موجودة لدى الخلية الحيوانية والخلية النباتية. تخزن المواد المختلفة كالمواد الغذائية التي تحتاجها الخلية والفضلات التي قد تؤدي إلى التسمم، إنها الفجوة، وهي موجودة لدى الخلية الحيوانية والخلية النباتية. أما الجزء الذي يؤدي دورا مهما خلال عمليات انقسام الخلية، إنها المريكيزات، وهي فقط موجودة لدى الخلايا الحيوانية. يصنع فيها الغذاء خلال عملية البناء الضوئي، إنها البلاستيدات الخضر، وهي موجودة فقط لدى الخلية النباتية. وأخيرا يحمي الخلية ويدعمها ويعطيها شكلها بفضل مادة السليلوز التي تكونه، إنه جدار الخلية، وهو فقط موجود لدى الخلية النباتية. هل كانت هذه هي إجابتك؟ إذن لقد أحسنت العمل. لم تنتهي مهمتك عزيزي، أريد منك الآن أن تعالج البند 3 صفحة 14 في كتابك. لا تنسى استخدام أما أو بينما عند المقارنة. لا تنسى أن توقف الفيديو حتى إنهاء العمل. أرى أنك قد أنهيت العمل وإليك الإجابة. قارن بين عدد الفجوات في الخلية الحيوانية وعدد الفجوات في الخلية النباتية. لو دققنا النظر سنجد أن الخلية الحيوانية لديها عدة فجوات صغيرة، أما الخلية النباتية لديها فجوة واحدة. هل كانت هذه إجابتك؟ أحسنت العمل. أخيرا عزيزي، نريد أن نلخص ما وصلنا إليه. عرفنا أن العلماء صنفوا الخلايا التي تكون المخلوقات الحية إلى مجموعتين أساسيتين، هما الخلايا بدائية النواة والخلايا حقيقية النواة. كما أننا تعرفنا على بعض أجزاء الخلايا الحيوانية الأساسية ودور كل منها، وعلى بعض أجزاء الخلايا النباتية الأساسية ودور كل منها. مهمتك لم تنتهي. بعد أن تنهي الفيديو، أريد منك القراءة جيدة لصفحات الكتاب 10، 11، 12، كما أريد منك أن تحفظ البندين 1 و2 في كتابك لديك للمرة القادمة. فرق وهو تمارين رقم 1، 2، 3، صفحة 21 و22 في كتابك. لا تنسى نسخ إجابات البنود
التي حللناها سويا في الفيديو في مكانها المحدد. أخيرا أتمنى لك عملا موفقا، على أن نلتقي بإذن الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم.